يا أستاذة سمر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك يا أستاذة سمر؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ يا أهلا بيك، ربنا يخليك يا فندم. شكرا جزيلا على وصفاتك وحاجاتك الجميلة اللي بتعملها لنا. أشكرك يا ست الكل، شكرا لحضرتك. ربنا الله يخليك. أنا عندي سؤال. اتفضلي يا فندم. السكر لما بنيجي نعمله للشربات او لما نيجي نعمل التفاح اللي هو خط الجميل ده اللي عليه طبقه حمراء، ايوه، ازاي اتخذ من السكر؟ وهل ده بيبقى مشكله في السكر في نوعه نفسه ولا تكنيك وانا بعمل الشربات؟ لا، التكنيك بتاعه طبعا، وبيبقى في نوع السكر، احيانا بيبقى في نوع السكر. انا بعيده عن التلفزيون بعد اذنك، فاما هقفل بعد اذنك في الكرم من عينيا الاثنين. بالنسبه للاخت اللي فيك اللي جاهزه، ايوه قولي، هي جاهزه مش بتظبط معاها؟ اه، شفت على المقدار بتاعها معلقتين سكر دي، لان تقلل لان اغلب زياده عن اللزوم، ساعات بيختاروها عبوس كده. ايوه يا استاذ سمر، تمام، بس الفكره اللي هي العلب نفسها بتبقى عليها الطريقه بتاعتها اصلا، صح؟ ما هي عليها الطريقه وكل حاجه، بس ايوه، بس هي بتيجي من جوه زي يعني فيها طراوه زياده عن الكيس اللي احنا بنعمله، فهي تزود مخلقتين جديد، هي تمام، حاجه بسيطه. تمام يا ست الكل، تمام لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ سمر. شكرا يا ست الكل، وسلام لكل اهلنا المقيمين في السعوديه يا فندم، شكرا ليك. قلبنا الكفته اهيت، ما فصلتش ولا اي حاجه. موضوع الشربات نركز مع بعض كويس قوي. الحل حضرتك بتجيبها اهيت، بتحطي لو هنعمل الشربات التقيل بنحط كوبايتين السكر ونحط في النص كوبايه الميه، نقوم واخدينها فين؟ على النار، ما نقلبش ولا اي حاجه خالص، ونسيبها عندي على النار هاديه لحد ما السكر يدوب، اتاكد كويس اللي هو داب، يبدا اللي هو يغلي معايا، وهو بيغلي بقوم مديلها نص ليمونه، بسيبها بالظبط 8 دقائق بعد ما يغلي. في شوائب بتطلع، ده حسب نوع السكر، شوائب بيضة بتطلع على السكر من الجنب، بتبداي تجيبي معلقه صغيره وتشيلي الشوائب دي، وتجيبي اي فرشه سيليكون عندك بميه، وتبداي لو في اي سكر على جانب الحله بتبداي تنزليه. بيسكر ليه؟ عشان ما بتسيبوش يغلي كويس. بيسكر ليه؟ عشان ما بتشيلوش الشوائب اللي على الجوانب اللي بتطلع وهو بيغلي. 8 دقائق وبعد كده شيليه وحطيه عندك في بوله تانية غير الحله، وشوفيه هيبقى عامل ازاي، ان شاء الله مش هيبقى في اي مشكله.